كلمتين لا مش كلمتين ولكن بص عايزين امثال حضراتكم هم اللي صنعتوا المشهد عشان نصحح الاوضاع. المشهد اللي انت طبيعي. شايفه ده مشهد مرعب مربك بامانه شديده. مش ده الاعلام اللي احنا عايزينه. معلش انا هقطعك في حته دي وهسكت خالص. هل حتى ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بعد اختفاء جزء كبير من السبب الرئيسي فيما كان يحدث خلال الفتره السابقه؟ اه طبعا ولسه هتشوف وفي ناس هتتحول بقوه خلال الفتره اللي جايه. ما هو الهدف؟ يعني انت زي ما قال كابتن اشرف المحتوى فين؟ الهدف فين؟ يعني ايه هي القضيه اللي نوقشت في الاعلام او في البرامج افادت الكره المصريه او الرياضه المصريه بصفه عامه؟ ايه هو حدود النقد؟ يعني انا جاي اقعد بتفرج دلوقتي على برنامج عاوز اشوف ايه المعلومه اللي انا هاخدها منك هستفيد منك ايه؟ ما هو الهدف من خروج اشخاص بعينهم لسب الاهلي يوميا في البرامج والتطاول؟ فشلوا في الفوز على الاهلي في المستطيل الاخضر فوجدوا ضالتهم في المستطيل الاخر عبر الشاشات لينالوا منه. كل واحد عنده في داخله شيء تحول تدريجيا وسط صمت تام وغريب. طيب هل الاعلام كان قبل كده؟ لا يا فندم ما تعلمناش كده ما شفناش. لا الاعلام انا بكلمك اهو انا يعني لما اكلمك على تجربتي الشخصيه على مدار السنوات دي كلها ماشي وكنا بنتعرض يعني بص تناولنا الاهلي بمنتهى النقد في كثير من المواقف على فكره لكن ايه ما خرجش حد من مجلس اداره الاهلي قدر مثلا يرد عليك لانه كان يعرف انه الهدف ما فيش هدف. انت بتتكلم على انك انت بتكتب الحاجه الايجابيه والسلبيه بموضوعية. بالصوره بموضوعيه مالكش مصلحه. لكن النهارده انت اسماء اشخاص انا اقدر اعملهم في قائمه سته سبعه تفننوا على مدار السبع ثمان سنوات اللي فاتوا بامانه شديده في محاوله البرواز الجميل ده عاوز اخبطه وانا عاوز اشوهه شويه. فهم نجحوا بامانه بقول لك اهو نجح عند العيال الاطفال الصغيرين 12 15 و17 و18 سنه ان هم ياخدوش لك الكلام ده البرواز بتاعك في ايه وسط صمت تام رغم ان مجلس اداره الاهلي مثلا ان ويئن ويشكو وقلما تجد من يستمع له. ولنا مثلا في بعض الاحداث اللي انا اقدر اقول عليها واحد اثنين كابتن كان المفروض يتحط في ايه؟ تمنع النزل نهائيا في واقعه كنت بقوله الاشهر في واقعه نهائي افريقيا 2018 مثلا تسبب فيها كابتن تاريخي ومعه الاخر كان يعمل في الاتحاد الافريقي واصبح مذيعا الان في بس خطاب مسموم على الاهلي كان نتيجته انه الاتوبيس اتحطم والفريق تعرض للهان. ايضا تعرض فريق الاهلي في الهلال السوداني في 2020 بنفس الكابتن التاريخي صاحب المبادئ والقيم الذي يحدثنا عنها دوما. انا بتكلم على الاهلي ما انا بكلم برضه محاوله ان طب لو حدث كارثه كارثه وكان نتيجتها انه تم الاعتداء وسقط ضحايا حصلت كارثه حصلت ما انا بكلمك يعني انا عاوز بنعاني منها لغايه النهارده بالظبط الجماهير مش انا بكلمك ايه دي واقعه وبعد كده حصلت كمان واقعه ثانيه يعني عاوز اقول لك ايه برضه في السودان والوداد. في السودان وفي الوداد نفس الشيء يعني عاوز اقول لك ايه اذا كان هذا هو الاعلام الاخرين او الاخر المشهد من بره كابتن اسلام الاشقاء في كل الدول العربيه بيقعدوا يضحكوا حتى اصبحنا لقمه سائغه للاخرين. هناك احد البرامج في دولة الامارات افق في تلفزيون عجمان لقى الفرصة مواسعة جدا وعمل برنامج يومي ولا اسبوعي ينال من النادي الاهلي ويجيب ضيوف يتكلموا بدور على الترند كمان هو الثاني عشان عاوز حد يرد عليه برضه راجل برضه يعني بيشجع المنافس فده فرصة كويسة. هل احنا نستطيع هنا نتكلم على الدوري الاماراتي على الدوري لا عندك برضه مسؤولية هل نستطيع ان احنا نقول مين اصل الدوري مين هل ما انا بكلمك احنا بنتكلم مين اللي سمح انت بتقول لي احنا مين ماشي احنا دي انت بتتكلم على مصر انت بتتكلم على حجم ما انا بتكلم حجم قد كده عارف ان هو فاشل ما انا بكلمك عشان ما انا بكلمك يا كابتن شريف يعني انا عاوز اقول لك ايه انه القضيه تغولت علينا احنا دلوقتي مع المظهر اللي انت شايف ده تحولنا احنا ايه بناكل في بعض فعشان كده احنا اصبحنا بره ايه لقمه سائغه اعلاميا. انت دلوقتي كرامتك مهدرة من الجميع بدليل ايه؟ لما تيجي تبين انك انت بتحب الوداد المغربي ولا الرجاء ولا الهلال السعودي ولا النصر ولا الاتحاد على حساب ابن بلدك سواء طرف من هنا ومن هنا يعني مثلا
انا ضد انه مثلا جماهير الاهلي، وكنت مثلا في لقطه من لقطات لما قال لك افريقيا صن داونز في 2016 كنت رافض لهذه الفكره، رغم انه ده صراع بين الجماهير، لكن كنت رافض هذه الفكره. الاهلي ما يعملش كده، الاهلي بيركز طول عمر الاهلي وجمهوره دعم فريقه ملوش دعوه ولا افريقيا صن داونز. كانت نتيجه ايه؟ رد من الطرف الاخر على مش عارف مين. كان نتيجة وصلنا لمرحلة ايه؟ انه دخل اطراف المفروض يكونوا حيادين بالصورة لانه ماسكين قاعدين على شاشة بيخاطبوا الناس، هم وجدوا في غريزتهم فرصة كيف الانتقام من المنافس. هو ده اللي وصلنا. ان انا لا ولا كيف المناخ المتاح؟ لا 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 ما انتقام. ما في مناخ، ما في مناخ كمان اتولد. بس هو كيف ايه؟ في مناخ اتولد هو اللي خلاني انا انت لما اتجرأ بهذا الشكل. يا كابتن انت لما تيجي يعني تنقد الموضوع بص عليه بصة شاملة. يعني ما تطلعش نفسك انك انت ملاك، لا في اخطاء في اخطاء، لكن انت طبعا طبعا، لكن انت طبعًا هنا قياسا لما اجي احط على المشهد اللي احنا شفناه المرتبك طول الفتره اللي فاتت واشوف قناه الاهلي بتعمل ايه واشوف قناه المنافس بتعمل ايه، لا يوجد مقارنه. ده انت هنا بتدخل بيتقال لك صراحه ملناش علاقه بالطرف الاخر. ركز ركز فوق. سر نجاح الاهلي ايه يا كابتن؟ سر نجاح الاهلي واحنا بتكلمنا وقلنا هنا مع كابتن سام، سر نجاح السفينه ايه؟ ان هي ماشيه خلاص، لا احد ينظر الا للاخطاء اللي عندنا. يعني انت مركز مع ايه؟ انت مركز احنا عندنا هنا في الاعلام في المرحله اللي احنا عايشينها لا مرحله صعبه، بس انت لازم تفصل بين حاجتين، بين اعلام اللي هو مسيطر دلوقتي خلاص اعلام السوشيال ميديا والترند والبرامج، وبين الاعلام الصحافه في فرق طبعا. اعلام الصحافه انزوى جانبا عشان نكون. شوف انت بقى كابتن الجوهري رحمه الله عليه في لقاء معاه في حوار قال لما كانت كتب اسمي في الاهرام ولا الاخبار ما كنتش انام بالليل. ما كانش ما لسه كان بيقول اسمه يعني اسمه كده مثلا كان كتب كده يتكتب كده اسمه كان الاستاذ نجيب رحمه الله عليه يكتب اسمه استاذ عبد المجيد يكتب اسمه في الموضوع في المات اسمه مش بعد كده. لكن انت دلوقتي عمل قال لك ايه؟ قال لك ايه دلوقتي؟ صحيح. قال لك ايه وقتها؟ شوف بقى لما ايه كتروا الجرايد عشان كده كان نفسي كابتن حسن إيه؟ لكن للاسف وصلنا كام يا كابتن؟ وصلنا كان حوالي 7-8 جرايد، يعني كان الاهرام الاخبار الجمهوريه وكان المساء، بعد كده دخلت الاهرام المسائي صح ماشي، وبعد كده دخلت مجله الاهرام الرياضي ودخلت اخبار الرياضه، دخلت حاجه اسمها كره الملاعب اخبار الرياضه التعاون الرياضي بس في حاجه تاني؟ لا في حاجه تاني؟ لا بعد كده ايه دول كان هم بعد كده دخلت ايه جرايد خاصه تدريجيا مع وجود مجلات ايه الانديه. ما كانش المشهد كده، لكن دلوقتي كمان يا اسلام لازم تضع في اعتبارك انه كمان الذوق العام تغير. الناس بدات جانب من الناس مش الكل جانب الناس بيهوى البرامج بيهوى الكلام الخارج عن النص يعني. الناس كل واحد يبقى عايز يعمل اللي عايزه، انما احنا بنتكلم على ايه يا استاذ محمود؟ على وسائل الفكره هي حلقه نقاش اللي عايز يتكلم يعني مش هي وسائل يعني احنا مش هنقعد نلف يعني